وقد سلط انفجار بيروت الضوء على ما آلت إليه الأمور في لبنان بعد اختطاف حزب الله الإرهابي للدولة اللبنانية بشعبها ومؤسساتها بقوة الحديد والنار منذ 10 سنوات لتمرير أجندته اللاوطنية والتي أنهكت لبنان في ظل كافة الظروف منها الاقتصادية والاجتماعية. هكذا أصبحت بيروت، هكذا وضع حزب الله ندبة كبيرة أخرى لا تمحى في الجسد اللبناني. انفجار لم يكن ليحدث في دولة لولا اختطافها من قبل حزب إرهابي بمشروعه اللاوطني. ما آلت إليه الأمور في لبنان الآن لم يكن إلا بسبب الإخضاع والترهيب الذي يمارسه حزب الله الإرهابي تجاه الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية بجميع مؤسساتها، إذ أن ممارسات الحزب طالت جميع المؤسسات في الدولة لتمرير أجندته ومشروعه الإيراني اللاوطني والمنهك للبنان المنهك في كلا الحالتين. مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. الاحتجاجات الشعبية التي كانت في الأشهر الفائتة تخلتها احتجاجات تجاه سلاح حزب الله الإرهابي، فاللبنانيون على يقين تام بأن السلاح يجب أن ينحصر بيد الدولة وجميع الموارد الاستراتيجية هي ملك الدولة. ولكن يتساءل الشعب ذاته، كيف للدولة أن تكون صمام الأمان في وجه الحزب الإرهابي؟ وكيف لشحنة من نترات الأمونيوم في ميناء أن تعطل لمدى سنوات ولا يتم التصرف بها؟ خاصة أن تاريخ حزب الله مع هذه المادة مليء بالأحداث، إذ بعد قيام الاتحاد الأوروبي بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة إرهابية عام 2013، كشف تحقيق أوروبي عن نشاط واسع النطاق للحزب يتعلق بتهديدات داخل الدول الأوروبية شمل تخزين مادات نترات الأمونيوم. الصوت وصل والفرنسوية والأمريكان جاوبوا بالموضوع، وعدونا أنه راح يسوا على تطبيق القرار 1559 اللي بيقول نزع السلاح الغير شرعي من الميليشيات اللبنانية والغير لبنانية، وخاصة حزب الله اللي هو خاطف الدولة اللبنانية. والآن وبعد كل ما حدث سائم اللبنانيون من اختطاف حزب الله للدولة وتعطيل مصالحها، فلا اقتصاد لبنان يتحمل مغامرات نصر الله، ولا الشعب يتحمل المزيد من الندبات والجراح على ملامحه. فتاريخ الحزب الإرهابي مليء بالدماء، وبيوت اللبنانيين مليئة بالدماء المراقة الذي كان ولا يزال الحزب الإرهابي سببا مباشرا وغير مباشر لهذه الدماء.